حاشيرك ما يسري ومن اول المنشار ينذر نركض بحط التيم لمريع وتقول ما عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حالكم بخير؟ الحمد لله. ايش اخباركم؟ بخير عامل الحمد لله. الحمد لله اجل الله. علوم ما شيء. ايش اخبار؟ ما شاء الله خير. الله يعطيكم العافية. ماشي ماشي والله. نركض مركاض. نعم مركاض العرضة. ايش معناته المركاض؟ مركاض العرضة هذا ما يعني مختص بالهجن ويعني من قديم الزمان الآباء والأجداد حافظوا عليه واستمر إلى أن وصل إلى جيل الشباب ونحن أيضا يعني من هذا المنطلق نحافظ لكي يبقى للأجيال القادمة. المشاركين ما شاء الله متنوعين ما شاء الله عدد كبير اشوف كذاك كلهم محبين لهذه الهوايه وكلهم يريدون يحيون شباب بعدهم ما زالوا متمسكين بهذا اكيد اكيد شباب ثابرين من الكلمه في هذا الموقف الشباب يعني ما شاء الله موجودين ومشاركين في هذا المركز هذا دليل على ان الشباب ما زالوا متمسكين بهذا الشيء بكل تاكيد بكل تاكيد اكيد انتم يوم تمشون سكتكم انا قبل شوي قاطعناكم ابغى اسمع وانتم تكملون مع كاميرتنا يلا عاش يلا تفكرون يلا مع بعض شباب مع بعض انا حاليا بحر يلا يلا عاش يلا بسم الله قبوس حمل الثقايل من قربه على وطيبه قبوس حمل الثقايل بيض الله ويوهكم ما قصرتوا جزاك الله خير احنا بنتابعكم الحين وانتم متجهين الى هناك ان شاء الله اكيد اكيد ووجود الاعلام في مثل هذه المناسبات يعتبر داعم ومحرك اساسي لمثل هذه الرياضات انت ذياب ما شاء الله ما شاء الله عليك متميز دائما شكرا لك يا محمد شكرا للشباب جميعا على محافظتكم على هذا التراث احسنت جزاك الله خير مشكور جزاك الله هذه القصه بدات معنا وما زالت متواصله ما زالت هذه الركضة العرضة تستهوي الكثيرين من الداخل والخارج أتوا ويشاركوا لهذه المناسبة نتعرف على أحدهم من أوكرانيا How are you? I'm good, thank you. Tell me about this is a camel race. Well, this is my second time to come to the camel race and I find it very exciting and fascinating because it shows the culture of Oman and also you get to meet local people and talk to them. And I can and take picture also. And take pictures, yes. Thank you. I love taking portraits. I take portraits of young children and older people. So. What you feeling when you say that? What's something to when you see this very happy for you? Well, this kind of events, they make you realize that the culture of Oman, but also you get to know people. I feel happy and I feel blessed to be here. What you tell your friends in your Ukraine? You mean I have friends in Ukraine? Yeah, no, no. When you go back your country, what you say for your friends? I will show my pictures, okay. And I think a picture tells us 1,000 words. Okay. So
Yes, I'm happy to share the pictures with my friends and to tell them about my experience. Thank you. هذه أحد المشاركات من القاليات المختلفة اللي موجودة في هذه المناسبات اللي تستهوي مجموعة كبيرة من داخل وخارج السلطنة. نستكمل حوارنا وحكايتنا لهذا اليوم. والأطفال لهم حكاية مع هذه القصة وقصة الآباء والأجداد. خلونا نتعرف على أحد الأبطال اللي موجودين معنا. اسمك من؟ معاذ بن سعيد حمود الحراسة. معاذ، كيف بدأت قصتك مع العرضة؟ أكيد من 4 سنوات هذه أجدادنا وذيك. إنزين. من الآثار من أول. إنزين. وعاد من اللي بدأ يعلمك على ركضة العرضة؟ ذي أبوي وجدي ذيك كلهم. ما شاء الله. وش شعورك وأنت تركب في العرضة؟ إيش يكون شعورك؟ مرة حماس يعني. وش تقول حق الشباب اللي مثلك وعمرك؟ هم ركبون مارسون العرضة وذي رياضة. وهذه مهنة الآباء والأجداد وهو دائما تراثنا، صح؟ تنصحهم على هذا الشيء؟ يعطيك العافية. شكرا يا معاذ، موفق إن شاء الله. آمين. يعطيك العافية يا معاذ. معاذ أحد الأمثلة وأكيد أمثلة كثيرة موجودة معنا في هذا اليوم. وهذه عدسة حكايتنا لهذا اليوم تستمر سواء للأطفال وللشباب أو حتى كبار السن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. بخير. كيف صحتكم؟ الحمد لله بصحة. الله يعطيك الصحة والعافية. بخير الحمد لله. متواجدين ما شاء الله في هذا المناسبة. بالمناسبة هاي مناسبة طيبة. نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني هذا موروث يعني قديم. نعم. والناس متعارف عليه يعني خاصة العمانيين. ما شاء الله. من فترة. بسألك ترى إيش الاختلاف ما بين السنة اللي بعدها؟ والله قديم الزمان إلى هذا الزمان. قديم الزمان ما كان كذي يعني. نعم. كان أقل يعني. نعم. الحين ما إن شاء الله يعني زادت الناس وزاد اللبل والناس يعني. زاد محبين هذا المجال تتوقع؟ الشباب يعني. الحين محبين يعني أكثر الشباب يعني. ما كنتوا خايفين إن هذا يندثر؟ لا حنا والله حنا أول فكر يعني صراحة يعني ليات سنة نقول بيتجهون على جهة الرئيس وجهة كذي، غير ما إن شاء الله انقسموا، حد في الرئيس وحد في المزاينة وحد في العرضة. والعرضة يعني قديمة يعني من الحين من يد بعد يد يعني من سنين. نعم. هذا كل واحد يحب مجاله يعني. وكل واحد يحب مجاله. نعم. والعرضة صار لها محبينها أكثر يعني. المحبين العرضة أكثر يعني، أكثر يعني تلقاهم تشوف الجمهور وشوف الناس يعني عليها العرضة يعني الناس أكثر تحب العرضة. إيش رسالتك للشباب زين؟ والله رسالتي للشباب أحبهم أحثهم على 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 العرضة وأحثهم على يعني التراث هذا ما ينسونه. يحافظون عليه قيل بعد قيل. بارك الله فيك الوالد، يعطيك العافية إن شاء الله، والله يكون يعني في ميزان حسناتكم هذا أنكم المحافظين على هذا المجال وهذا التراث. جميعا ونتمنى ويزاكم الله خير أنتوا ويطلع طبعا معكم ما قصرتوا. أهم الأولاد موجودين؟ نعم موجودين. الحمد لله رب العالمين. عموما تستمر حكايتنا ما زالت. سعيد ما زال في الاستعداد للانطلاق في العرض. خلونا نتعرف على سعيد قبل لا يروح وايش راح يقول لنا. سعيد كيف حالك؟ بخير. ايش اخبارك؟ بخير. شيء علوم؟ شيء اخبار؟ لا مو شيء. ما شيء؟ لكن شيء علوم؟ لا. اكيد؟ لا. وين رايح؟ بتعرض؟ لا. وزين يلا ايش بتسمعنا سعيد؟ قصيدة. يلا نسمع قصيدة سعيد. يا سيد عمان تبسم تضحك لمن شيء بناها، تضحك لقبوس المعظم. صح لسانك يا سعيد. يعطيك العافية. وش تقول حق الشباب والأطفال اللي يتابعونا انهم يهتمون بهذا الموروث؟ يهتمون بالنوخ؟ ايوه اكيد. نعم. الله يعطيك العافيه سعيد، قول لهم شكرا وتابعونا دائما على سند. شكرا، تابعونا دائما على سند. يعطيك العافيه. شكرا. قصه سعيد مثل قصه اطفال كثيرين موجودين معنا، عشقهم وحبهم لهذه الرياضه وهذه المنافسه. قصتنا متواصله. Yeah.
وما زال الشباب مثل ما نتابع مستمرين في النقاش والحوار في أهم مميزات النوق لهذا اليوم. خلونا نتعرف عن ويش يتكلمون مع بعض. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بنعم بخير. ايش اخباركم؟ بخير الحمد لله نشكر الله. يعطيكم الصحة والعافية. يا مرحبا يا نعود حي الله. كيف الامور؟ زورتونا ما شاء الله هنا في المصنعة. الحمد لله شوي. يا مرحبا بك. الله يسعدك. عن ايش تكلمون؟ والله نتكلم عن مسابقة الهجن يعني اللي قام. كيف وصلت الامور حاليا يعني؟ والله الامور طيبة الحمد لله على كل حال واقف شكر يعني. الله يعطيكم العافية. خبرونا كيف القوانين، ايش الشروط او ايش يعني مسابقة العرض هذه على ويش تتكون؟ مسابقة العرض تكون يكون ناقة حائل، ناقة مركوبة، يكون مدوبة شرق غرب يمين ويسار وتركض عرضه 500 متر. وكيف عاد اللي يفوز مثلا الفوز كيف راح يكون؟ الفوز هذا بوش العرض يخليهم السيارات الهنتين أربعة. نعم. والزمت عاد ذاك فرق ثاني شيء. نعم. كل مسابقة لها كلها نعم خصوصية. ممتاز. يكون الحائل مع الحائل وكل سن مع السن. طيب واليوم كم عدد المشاركين؟ تقريبا ما يقارب ممكن فوق 70 ناقة. 70 ناقة. جميل جميل. 200 وكم؟ 250 حوالي اظن. ولا؟ يمكن. يعني ما بين الحول وما بين ما بين كل السن. نعم. ما بين كل السن يعني السن قال لك 70 لكن الجميع مع 250. طيب عاد انتم يوم تركبون هناك في النوق ايش عاد بنسمع شيء؟ ما يستوي؟ يلا. بسرعه هذه ما هذه العرب عاد. لا والله لا بدهم ما عليه بقى انت معك وبعدين معه بيض الله وجهك اربع لو شويه تاخر لا انت شرف عزك بيض الله وجهك جزاك الله. يلا مع بعض يعني اربعه هي بسم الله. يلا بسم الله يلا خلونا نستمتع. اربعه ابو سنيده يلا تعال ابو سنيده تعال معهم يا رياض طير يلا معهم يا ابو سنيده معهم يا سيد يا عمان التبسم تضحك لمن شيد بينا يا سيد عمان التبسم تضحك لأنك شيد بينا ويعيش قوص المعظم يا اللي من الشرق عطاها تضحك لأنك شيد بينها ويعيش قبوص المعظم يا اللي من الشعر غاعطاها يا سيد عمان التبسم تضحك لأنك شيد بينها يا اللي من الشعر غاعطاها وسوالم. بارك الله فيكم يعطيكم العافية. بعد شيء ثاني؟ طول الله عمرك. بعد شيء ثاني؟ جزاك الله خير. بس سادنا وسادنا. نعم بسم الله. بيض الله تبيها. نسلم على سير. نسلم على سير الخزامي خليت وطعي معداها شعرتين عند القبايل الله يخلي من جعناها نسمع على زير الخزامي خلت وطيب مداها مشعرتين عند القبايل الله يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيكم. ونحن صورناكم بعد سناب عشان نستمتع وننشر هذه. ايش نصيحتكم للشباب مثلكم وشرواكم؟ والله عاد عن هيك يعني عن المحافظة على هذا التراث الموجود. والله هذا التراث على شيابنا ونبى نطور التراث اكيد. تفضل حالك تبى تقول كلمة. والله نفس الشباب نفس زميل هذا
انهم لازم يهتمون. نعم نهتم بالتراث ثيابنا ومهم جدا. اكيد اكيد. وهذا اليوم المناسب الجميله لازم نحتفل ونحاول بقدر المستطاع ان نحافظ على التراث. بيض الله وجوهكم. طول عمرك. متواصلين معكم نحن مستمرين ومنتعرف على مجموعه من الشباب ان شاء الله في هذا الحوار. مشكورين مره ثانيه. حوارنا وقصتنا متواصله. نتعرف على المناسبة هذه بشكل عام وكيف الأصداء اللي شفتوها والتفاعل الكبير اللي اليوم لاحظته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المناسبة متزامنة مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني وكذلك مع الأخ عادل الزديالي ويوسف يعقوب بن يوسف الزديالي أبنوا الفكرة هذه وتفاعل الأصحابين الهجن في هذا الموضوع. كيف كانت التفاعل اليوم كيف حسيتوه كونكم انتم المنظمين؟ بصراحه احنا ما كنا نتوقع هذا التفاعل وهذا الجمهور الذي حدث يعني توافد من جميع انحاء الولايه والولايات المجاوره. اما اذا سالت عن الهجن هذول هم من مربي الهجن وكان هم اهالي هذه المنطقه وارادوا ان يحيوا هذا التراث والتراث هو قائم على قدم وساق بالسلطنة عامة وولاة المصنع خاصة. بارك الله فيكم يعطيكم العافية وميزان حسناتكم إن شاء الله. يعطيك العافية كل عام. وتبقى قصة الآباء والأجداد مستمرة ولن تقف مهما مر من الزمان. إلى اللقاء. يا كن الحرير بحلته يا إكسايا.